شاء الله. كابتن وليد موسيماني لعب صح؟ بص اتكلم بقى، ما تقعدش ايه تزوق الكلام. اتكلم قول، لما اتكلمتش انا هتكلم. لا بص يا كابتن، انا دايما يعني بس علشان خلينا نطلع بره قصه السوشيال ميديا او المتعصبين شويه. ما قبل المباراه كلنا وكل زمايلنا بيقولوا مستر موسيماني هيلعب 4-3-3 ولا 4-3 ولا 4-2-3-1. نعم. ده كان السؤال. صحيح. زمايلنا كلهم حتى عمر واحمد عز وتامر بدوي وكل المحللين، واحنا حتى هنا في الاستوديو الدكتور طه، الفكره الرهان كان مستر موسيماني هيلعب 4-2-3-1 زي ما لعب ضد البايرن، زي ما لعب في كاس العالم للانديه. نعم. وحافظ على شخصيه النادي الاهلي. مظبوط. وفي ناس تانية كانت بتروح لفكره 4-3-3 لان لازم نتفق ان الرطوبه والجو والملعب وفي جمهور عايزين نحيي ده كله، فممكن العب 4-3-3. الفكره يا كابتن شوبير مش في الطريقه. نعم. ومش في عدد الافراد. انت الهدف اللي دخل فينا كان فيه كام واحد تحت خط الكوره؟ كتير. 9. بوليا فقط اللي في نص. نعم. الملعب وبقيه الفرقه كلها تحت خط الكوره. نعم. طب ايه المشكله؟ ان مفيش اي ضغط. طب اكرم لو خد خطوتين الراجل ده مش هيروح. طيب راح وقطعها ديانج. لو ديانج خد خطوتين سبرنت ما كانش الراجل ده لف. طب لف لو حمدي فتحي ما طلعش سبرنت ياردتين ثلاثة ما كانش شاط كده. فالراجل لم وشاط وتمطع وشاطها صاروخ وفي 9 واقفين قدامه. صح. فهي الفكرة ولا بالعدد ولا بالطريقة، لكن بانت ممرن فرقتك على ايه. يعني انا بلعب 4-3-3، هل الثلاثة دول اللي في نص الملعب يقدروا؟ يعني انا هاخد من كلام مستر موسيماني. اولا انا شايف ان مستر موسيماني غلط. ايوه. واللعيبه غلطت. نعم. الناس اللي محمله مستر موسيماني نسبه 100% انا مش معاها. والناس اللي محمله اللعيبه 100% انا مش معاها. الراجل عليه اخطاء واللعيبه عليها اخطاء. كابتن شوبير في قاعده في الكوره وكلنا يعني احنا الثلاثه كنا لعيبه كوره. لو انت هتنزل المباراه مش هتقدم روحك ومش هت تقدم اقصى ما عندك عمرك ما هتكسب المباراه. لو انت فاهم ده اهلي وزمالك بقى هنا هيشتركوا في النهارده. لو انت فاكر كلعيب ان انا همشي المباراه زي ما انا عايز، ان انا هلمس، ان انا مش هحط رجلي، ان انا الالتحامات مش هتبقى قويه، ان انا الضغط مش هيبقى عالي، انت كده بتفقد جزء مهم جدا من نتيجه المباراه. مستر موسيماني غلط لان هو قال في المؤتمر الصحفي احنا ابتدينا المباراه على امل استراتيجيه الاستحواذ. طب هل النادي الاهلي بيستحوذ في عدم وجود أفشة؟ لا، ما بنشوفهاش طبعا. فهنا ادي اول غلطه. انت لو انت عايز تلعب على الاستحواذ عشان درجه الحراره، عشان الرطوبه العاليه، علشان الجماهير، عشان الملعب، عشان الاجواء مختلفه، يبقى هنا لازم وجود أفشة. ما عنديش مشكله ان هو يلعب 4-3-1-2 وأفشة يكون موجود. نعم. زي ما نهى بيها. هو نهى ازاي؟ محمد شريف ومروان تحتيهم أفشة وديانج وحمدي فتحي والسولية. نعم. 4-3-1-2 دي ما فيهاش مشكله ان انا ابتدي بيها. لو عايز ابتدي ب 4-3-2-1 يبقى على حساب اجاي او كهربا وقفشه موجود. هنا اقدر استحوذ واقدر اعمل نسبه استحواذ. احنا عندنا ارقام يا كابتن شوبير تقول ان النادي الاهلي استحواذه كان وحش جدا الشوط الاول. نعم. يعني بص من الدقيقه 1 للدقيقه 15 سيمبا 57%. من الدقيقة 15 للدقيقة 30 61%. انت ما عندكش استحواذ خالص. الحالة الوحيدة اللي انت استحوذت فيها من الدقيقة 60 للدقيقة 75 اللي نزل فيهم مين؟ أفشة. أفشة مظبوط. نسبة استحواذك كام؟ 65%. نعم. فهنا الثلاثي ما عندوش الرشاقة والمرونة والترنات وان انا اتحرك بين الخطوط وان انا احافظ على الكورة. خلاص دي قدرات. فلو لعبت 4-3-3 يبقى انا لازم اعلم الاثنين اللي على الاطراف الشغل يبقى عامل ازاي؟ كهرباء ازاي؟ وجاي. نعم. والاثنين اللي في قلب الوسط، يعني لو انا بلعب بديانج هو رقم 6 يبقى حمدي فتحي واكرم توفيق عليهم شغل كبير جدا. أكرم.